إنها ليست سيارات كلاسيكية تجذب زوار معرض بغداد الدولي بدورته 46، بل هي كما يقول أعضاء مجموعة كلاسيك العراق المنظمون لهذه الفعالية تراث عراقي يمثل مراحل عدة من تاريخ البلاد لم يفرطوا به رغم عرض مئات الآلاف من الدولارات لشرائها منهم. احنا هذا هسه جزء من السيارات اللي عندنا، هذا جزء ربع يعني من الجروب اللي موجود عندنا. مثل سيارات ملكية، عندنا سيارات رئاسية، عندنا سيارات مال شخصيات اللي ببغداد هم موجودة، عرفت شلون؟ هم موجات عندنا. فلذلك اكو بعض الدول يعني غرونا بماديات او فلوس ما فرطنا بيها. مثلا عندنا سيارة مال الملك فيصل الثاني، هي كاديلاك موديل 46 موجودة، عرضت علينا بعض الدول المجاورة بأسعار ما فرطنا بها. أغلاها ثمناً تعود لملك العراق فيصل الثاني، وأقدمها عمراً ترجع إلى ثلاثينيات القرن الماضي. إنها مجموعة من السيارات النادرة تجمع أصحابها في فريق يحرص على عرضها في جميع المناسبات والاحتفالات الوطنية من أجل جذب العراقيين لرؤية مقتنيات زمن يوصف بالجميل. الصيانة مالتها مرات تلاقي صعوبة يعني، خاصة بغراضها، بس لأنه إحنا مثل واحد يعرف واحد وأصدقائنا وناس عندهم قدم بالموضوع فنقدر ندبر غراضه، بس أما كمالياتهن سسواراتهن السيستم كامل إنه من الخارج من أمريكا. يعني وين منطبه بأي مكان سواء صغار أو كبار، يعني من الناس اللي هوهن يحبوهن، فيكون الصور والمقاطع الفيديو والناس علينا بزخم يصير يعني إلى أبعد الحدود. كنا بتاريخ العراق الخمسينات، الأيام الزمن الجميل اللي نسمع به احنا ما شايفه كأعمار، احنا ما شايفه هاي الأيام الخمسينات، أيام الخير بالعراق. نحب نشوف هاي السيارات، يعني لها تراث خاص، يعني تعتبر هوية العراق. يعني مجموعة كلاسيك العراق تعد أكبر مجموعة لمقتني السيارات القديمة والنفيسة، ويملكون 40 سيارة كلاسيكية تعود إلى بداية ومنتصف القرن الماضي. بعض هذه السيارات اقتناها ملوك وسفراء عراقيون، وهي تمثل لدى مؤسسي هذه المجموعة إرثاً وكنزاً ثمينين تزداد قيمتهما مع مرور السنوات. أسعد الزلزلي، الحرة، بغداد.